رحب بحضراتكم. فقرة مهمة، تعديلات جديدة وضعتها وزارة المالية على قانون ضريبة الدخل، وافق عليها مجلس الوزراء وتم بها تقسيم هنا الرواتب السنوية لخمس شرايح. هنتكلم طبعا ايه هم الخمس شرايح دول، لكن ناس كتير من المواطنين لسه مش فاهمة او بيسألوا عن طريقة اصلا احتساب قيمة ضريبة الدخل اللي هيدفعها سنويا بالنسبة لهنا بقى لمرتبه. هنفهم في الفقرة دي كل التساؤلات دي، وبرضو لو حضراتكم اي حد عنده استفسار بعتولنا على صفحتنا صباح اون، واحنا نحاول مع ضيفنا ان احنا نجاوب على كل الاستفسارات. خلونا نرحب بدكتور فخري الفي، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، وضيف دائم طبعا لصباح اون. يا صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. صباح الخير يا فندم، دايما منورنا ومشرفنا. من اول ما الناس بدات تسمع كده او قطاع الموظفين بدا يسمع عن التعديلات على قانون ضريبه الدخل، وهو بيسال في تساؤلات كتيره كده في دماغه، ازاي هيتم احتسابها الشرائح الخمسه. فحابين في البدايه كده نقول للساده المشاهدين ايه هي الشرائح الخمسه وايه التعديلات اللي طرأت على قانون ضريبه الدخل. خلينا نقول اللي بيشوفنا دلوقتي انه ضريبه الدخل، في ضريبه على دخل الشركات وفي ضريبه الدخل على الافراد. احنا بنتكلم على دخل الافراد، لان ضريبه على دخل الشركات دي ما فيهاش شرايح خالص بالمره، اللي هم الاشخاص الاعتباريين الشركات، وبناخد من دخلها، دخل الشركه اللي هو صافي الربح سنوي، نشوف صافي الربح بتاعها كام. فالضريبه مقطوعه 22.5%، ما فيهاش شرايح. ده شركات نخلص منها دي، على اختلافها لو كانت شركه كبيره، شركه صغيره كبيره ما فيهاش شرايح. رقم واحد سابق هو رقم في ظل الظروف بتاعت الشركات، شركه مساهمه، شركه، ما هي شركات اشخاص، شركات أشخاص مساهمه الى اخره، صغيره كبيره بتاعها هي 22. ده ارباحك كام؟ صافي ارباحك كام؟ مثلا 100، ايا كان ال 100، 100,000، 100 مليون، ولا ايا كان. فبقول له يبقى هات 22.5 من ال 100 دول، ما فيهاش شرايح. ودي يمكن بالنسبة لها لظروف الشركات الحالية والنشاط الاقتصادي دي فيها عدم عدالة، لكن نخليها عدم عدالة عموما، لكن في الوضع الراهن بالنسبة لها خلي النشاط الاقتصادي زي ما هو كده. والشركات بتعاني، في شركات متعثرة، في شركات مغلقة. وكلام يعني حضرتك بتتكلم ان 12% ده مش عادل، ان المفروض يدفعوا اكتر يعني. ده لما ربنا يسهلها والناس دي تشتغل وتشم نفسها. ايوه تمام، نبقى نفكر فيها. احنا بنشجع دلوقتي. فهم دلوقتي سيبها زي ما هي 22.5% مقطوعة، ودي في دول تانية بتوصل ل 45%، ارقام اكبر. صحيح صحيح، ولكن احنا كده حلوين مع في الظرف الاقتصادي اللي احنا فيه، فهم كده ايه لحد ما ربنا يسهلها. تمام، النقطة دي مفهومة. دي اللي احنا بنناقشه النهارده ضريبة دخل الافراد، سواء كان بيشتغل في الحكومة او بيشتغل في القطاع الخاص. مظبوط. طيب هنا هم خمس شرائح في مصر. الشريحة الأولى دي حصل فيها تعديل، اللي هو اللي ما بيدفعش ضريبة خالص. واحنا بنتكلم كلامنا كله على السنه، دخل السنه للفرد، اللي دخله كان حد الاعفاء، كان حد الاعفاء بتاعه 6500، ما بيدفعش ضريبه في السنه برضه. في السنه 6500 يعني 500 جنيه وشويه، يعني المفروض ما يدفعش. يبقى في هذه الحاله زودناها، او وزاره الماليه زودتها، خليتها 7200، يعني كام؟ 600 جنيه في الشهر ما يدفعش ضريبه. ده معفى تماما من الضريبه. بس واحد يقول لي طب انا يعني انا عندي اعباء عائليه وعندي مصاريف الحصول، بنسميها مصاريف الحصول على الدخل. بقول له كمان وعليهم 7000 مصاريف الحصول على الدخل، بيلبس ويركب مواصلات وبتاع، يبقى حط ال 7000 زائد ال 7200 معفيين خالص، ده اول شريحه، يبقى 14200 ده ما يدفعش حاجه خالص. ال 14200 في السنه. طب يعني كم في الشهر؟ 1200 تقريبا، ده ما يدفعش حاجه خالص. كان زمان بيدفع، السنه دي ما بيدفعش خالص. ليه؟ لانه كان الحد الاعفاء 6500، خليناها 7200 وحاطين عليهم سبعه زي ما هم يعني. يبقى 14200 ده ما يدفعش، يبقى في الشهر اللي بياخد 1200 ما يدفعش خالص ضريبه. نيجي بقى للشريحه الثانيه، اللي دخله لحد 30000، يعني من 7200، سيبنا من 7000 اللي هو 14 اللي هو 14 وشويه، السبعه دول اللي هم تكاليف الحصول على الدخل، بيلبس وما اعرفش ايه وبيركب مواصلات، يبقى لحد 30000 الشريحه الثانيه بيدفع 10%. يعني لو خدنا واحد بياخد 30000
خلاص بشيل منهم 7200 اللي هو معفي خالص منهم دول وتكلفة الحصول على الدخل 7 كمان يبقى شيل 14200 يتبقى له كام من 30000 يتبقى 16000 الا حاجة بسيطة باخد منه 10% يعني باخد منه 1600 جنيه في السنة في السنة اسم على 12 بيدفع فيش ايه في الشهر كذا نخش بقى الشريحة الثالثة الشريحة الثالثة اللي هي من 30000 في السنة لحد 45000 في السنة يعني ايه 45000 في السنة اسم على 12 شهر يعني 4000 الا حاجة يعني 40000 يبقى حوالي 3000 وشوية في الشهر خلاص ده يدفع 15% طب من 45000 ل 200000 الشريحة في الرابعة السنة الشريحة الرابعة ده يدفع كام في المية 20% 20% يعني لو هو دخله عند الحد الاعلى اللي هو نفترض 200000 على 12 يبقى حوالي كام يعني حوالي 15000 وشويه في الشهر باخد منه كام 20% باخد منه 3000 طب هو اللي دخله معلش يا فندم لغايه 200000 اللي هو اعلى جزء او نقطه في الشريحه بسويه بنفس اللي دخله لا ده هو بيجي اقل بجنيه حتى ما بقولش 200000 اقل من 200000 بيتساوى بنفس بدايه الشريحه لا بدايه الشريحه تبدا من 200 الشريحه الاخيره خالص 200000 فاكثر لا هو بيتكلم من 45 ل 200 اللي هي من 45 ل 200 بيتم معامله اللي دخله 46000 جنيه واحد دخله مثلا 109000 واحد دخله 50000 بلاش النسبه هتفرق لما تقسمها هنقسمها شرايح اول شريحه 50000 اقول له اقول 14200 معفي شيل دول اللي هي وبعدين الشريحه الثانيه اللي هي 16000 لحد 30 لحد ال 14 لحد 30000 دول عليهم 10% الشريحه الثالثه فبقسم له ال 50000 شرايح تمام وبالتالي بجمع بقى الايه الضرايب بتاعه كل شريحه هي بقى دي الضريبه اللي هتدفعها في السنه معلش ال 200000 اللي هي الشريحه الخامسه الخامسه بقى اللي هي الناس اللي فوق خالص دي فوق 200000 اكثر دي بيدفعوا كام بقى 22.5% البعض يقول لك الله لما هي ماشيه الشريحه الاولى معفيه الشريحه الثانيه 10% الشريحه الثالثه 15 الشريحه الرابعه 20 ليه مش الشريحه الاخيره بقى ليه ما تكونش 25 نفس السيكونس هتفرق ايه يعني طبعا وزاره الماليه عندهم الداتا بيس انا ما عنديش الداتا بيس فهم بيحسبوها كده بحيث ان هو ايه يعني 22.5% يمكن جايز تفرق عن 25% بعض الدول بتوصلها لحد 35% و40% و45% و50% يعني فرنسا بتوصلها لحد 50% الولايات المتحده الامريكيه بتوصلها لحد 40% لكن احنا في ظل ظروف دولة نامية والناس مستوى دخولها ضعيفة لكن البعض يقول لك اللي دخله 200000 فاكتر واحد دخله مثلا نفترض 500000 نص مليون في السنة يبقى دخله كام اللي هو الحد الاقصى عندنا الحد الاقصى للمرتبات كام في الحكومة في الجهاز الاداري 42000 ولا 40000 نفترض او 42000 ده في الشهر اضرب في السنة يبقى نص مليون تمام طب ده ليه ما يدفعش 25% مثلا بدل 22.5% جايز هم لما يخلوها 25% مش هتزود الايه حجم الفلوس اللي هنحصلها بشكل ملفت للنظر فبيقولوا خلاها 22.5% ليه؟ لانها بتمشي 22.5% على الافراد بيشتغل في الحكومه او الشركات يعني سواء بيشتغل في الحكومه او القطاع الخاص والشركات ضربتها 22.5% مقطوعه ما فيهاش شرايح فهي متوحده 22.5% بس الشركات ما فيهاش شرايح الافراد فيها الخمس شرايح بس المفروض برضو الشركات يبقى فيها شرايح لو اتكلمنا بنظره تشجيعيه للاستثمار وغيره برضو خلي بال حضرتك الشركات الصغيره والمتوسطه اللي احنا بنتكلم فيها برضو مش عايزين نشجعها برضو 12% انا بقول هي غير عادله بالنسبه للشركات اللي هي الصغيره بتدفع 22.5% طب والكبيره العملاقه اللي هي عندنا شركات كبيره هي دي بقى بتدفع 22.5% فهنا الشركه الصغيره تقول وانا بدفع 22.5% ما تعملش شرايح لو عملت شرايح هتعفيه اذا الضريبه اللي هي ضريبه الدخل على او صافي الضريبه على صافي ارباح الشركات غير عادله في الوقت الحالي بس الشركات كلها تعبانه بتعاني في هذه الحاله الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا فيه واللي احنا بنعمل فيه برضه هذه التعديلات الضريبيه عشان اصلاح اقتصادي على ما النشاط الاقتصادي يشم نفسه والشركات اللي هي بتنتج دي سواء كانت صغيره ولا كبيره ولا الى اخره
يبقى في الحاله عدل زي ما انت اعمل شرائح في هذه الحاله وتبقى اكثر عداله في هذه الحاله. الجديد بقى بالنسبه لضريبه الدخل غير ان احنا زودنا لحد الاعفاء، الجديد بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الخصم الضريبي. الخصم الضريبي اللي بنسميه تاكس كريدت. هو طبعا المفروض بنقوله ائتمان ضريبي. يعني انت بتأتمن الحكومه بتدي لها الضريبه بترجع لك منها جزء. خلاص؟ بيسموها عندنا في الحكومه احنا بنسميه خصم. هنا فروق الضرايب يقول لك انت ليك لا مش فروق ضرايب لا 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 ده خصم تاكس كريدت. يعني ايه تاكس كريدت؟ ما كانش موجود قبل كده. الحاجتين اللي حصلوا في الضريبه والتعديلين ان احنا زودنا حد الاعفاء. خلاص؟ ده اتكلمنا عنه. طب بالنسبه للخمس شرائح دول هل في ايه الخصم الضريبي ده؟ ده الجديد. الخصم الضريبي ان انت بتعمل الاتي، الشريحه الاولى ما بيدفعش. اللي هو لحد ايه 7200 في السنه وعليهم سبعه كمان يبقى 14200 ما بيدفعش ضريبه خالص. ده ما بيدفعش اخصم له ايه؟ الشريحه الثانيه من لحد 30000 خلاص؟ ده بيدفع 10%. بيدفع 10% اللي بيدفعه بنقول له لميت خدت منه 1600 جنيه مثلا ضريبه برجع له منهم 80% بياخدهم لان ده على قده راجل على بسيط دخله بسيط. فالشريحه اللي هو الثانيه من 14200 بالتكلفه الحصول على الدخل الى 30 بيدفع 10% نفترض دفع 1500 جنيه ضريبه في السنه برجع له منهم 80%. الشريحه الثالثه المفروض يدفع كام؟ الشريحه الثالثه لو من 30000 لحد 45000 بيدفع 15% بشوف دفع كام برجع له منهم 40%. طب انا ليه برجع له 40% مش 80% زي الشريحه الثانيه؟ لانه دخله احسن. الشريحه الرابعه من 45000 في السنه ل 200000 في السنه باخد منه 20%. بشوف دفع كام فلوس برجع له منهم كام؟ 5% فقط. ليه؟ لانه دخله عالي. ده في الشريحه اللي فوق. عايز اخد منه اكتر. اخد منه اقل. اخد منه اكتر. وارجع له 5% بس خصم. نعمل له خصم. لانه راجل يعني الى حد ما مقبول. معقول ولو انه مع الاسعار اللي احنا فيها دي يعني الشريحه الرابعه دي هي كمان تعبانه. الشريحه الخامسه اللي هو 200000 جنيه في السنه لحد زي ما انت عايز ده ما بيرجعلوش حاجه خالص. هو فعلا ما رجعلوش. اللي بياخد 40000 اللي بياخد 40000 باخد منه الضريبه كام؟ اللي هو واخد 40000 جنيه في الشهر اللي هو النص مليون وانت طالع ده باخد منه كام؟ 22.5% ضريبه بس خلاص ما رجعلوش حاجه. طيب ليه؟ لانه مقتدر. ربنا فاتحها عليه. فاتحها عليه ال 40000 ولو انه يعني ماشي الحال. طيب احنا عايزين نعرف بقى الحصيله الضريبيه دي بقى هتصرف على ايه وهيتم استغلالها ازاي؟ لان ده برضو سؤال مهم. احنا هنطلع فاصل دلوقتي يا جماعه. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع مع دكتور فخري ونعرف بقى كده الحصيله الضريبيه والفلوس دي ممكن ازاي او هي اصلا بتصرف على ايه. نروح فاصل ونرجع سريعا. بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبنتكلم في الفقرة دي عن التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل. هما سبع تعديلات اتكلمنا في تعديل لسه فاضل ستة ولكن كنا بنتساءل قبل الفاصل طب الغرض ايه؟ يعني الحصيلة دي رايحة لمين؟ هي دكتور فخري كان بيوضح ان هي مفروض لها بعد اجتماعي ويمكن هيبقى واضح اكتر كمان في التعديلات الستة اللي باقيين. فخلينا نبدأ كده رقم اتنين بقى من هذه التعديلات ايه يا دكتور؟ طيب خلينا نقول انه طبعا رقم اتنين اللي هو اللي شغالين في الحكومة والقطاع الخاص اللي طلعوا معاشات اسمه معاش التقاعد. واحد طلع على سن 60 سنة من القطاع الخاص او من الحكومة. فالقرار اللي طلع من ضمن السبع قرارات زيادة معاشات التقاعد لكل اللي كان بيطالع من الحكومة او القطاع الخاص 15%. والناس قبضتها من اول يوليو اللي فات. صحيح يعني بداية الغيث قطرة مش برضو افضل يعني. ف 15% مش وحشه. والسنه الجايه تبقى في زيادات ثانيه وهلم جره الى ان اصحاب المعاشات سواء كان طالع من التقاعد من الحكومه او من القطاع الخاص برضو الناس اللي تحت تعبانين. فلما زودوا كل سنه بنسبه حلوه برضو. ده من ضمن القرارات. قرار اخر طب فين اصحاب المعاشات الضمان الاجتماعي غير معاشات التقاعد؟ الضمان الاجتماعي دول اللي هم الارامل. بس دول بياخدوا المعاش الضمان الاجتماعي عند سن ال 65 سنة اللي كان زمان اسمه معاش السادات زمان. فده الراجل بتاع المحارة
بقى فوق 65 سنه الراجل، الراجل السباك 65 يعني كل من ليس له دخل يعني ان هو تمام. فده كان كام؟ 450 جنيه. ما هو ما يعني ده عند سن الخمس ده اساسا ما كانش له معاش اساسا. كان بياخد 70 جنيه لما قامت ثوره 25 يناير. كان كل اللي بياخده اللي هو معاش السادات ده او سموه الضمان الاجتماعي ده كان بياخد 70 جنيه. النهارده من 2011 لحد 2017 اللي احنا فيها ست سنين اهو، المعاش ابو 70 جنيه ده وصل لكام؟ من 450 زودوه بالقرارات السبعه زودوه 100 جنيه. حلو بقى بياخد 550 برضه مش كفايه بس برضه حلو كويس. طبعا ابو 70 جنيه ده من ست سنين بقى طبعا الاسعار غليت والى اخره. 70 جنيه ده رقم يعني برضه يعني ده اساسا كان بيدفع ايه؟ وهو كان حد يتبناه ويدفع له 10 جنيه كل شهر. ست ارمله مش عارف لحد عشان يقول له ايه في سن لما توصل 65 سنه تقدم بقى عشان تاخد معاش الايه السادات ده. او معاش الضمان الاجتماعي. ده بادره كويسه من زمان من ايام السادات حقيقه. فتطور ابو 70 جنيه ده في سنه 2011 يوصل لكام بقى؟ وصل سبع امثال ما كان عليه، 70 اضربها في سبعه يبقى حوالي 490 يعني زادت حوالي 8 اضعاف. معقول كل سنه بيزيد الضعف كل سنه بيزيد. انا عندي في النقطه فده برضه من ضمن القرارات الايه السبعه. حاجه لافته طيبه اللي قاعد في الغيط وعنده ضريبه الاطيان الزراعيه فمن ضمن القرارات يا سيدي ما تدفعش ضريبه الاطيان الزراعيه لمده 3 سنين. هي لفته طيبه، هي طبعا ضريبه بسيطه قوي يعني ما هيش حاجه كبيره يعني، بس بنقول له احنا فاكرينك. يعني ايه فاكرينك؟ يعني الحكومه تقول له احنا فاكرينك. او الرئيس فتحي السيسي لما يعني طلع هو كانت مبادره منه طبعا في هذه الحاله والحكومه بتطبق، فبيقول له بيقول للراجل اللي قاعد في الغيط اللي هو المالك كم قيراط ولا نص فدان ولا ربع فدان المهم يعني، فبقول له احنا فاكرين يا سيدي الضريبه ما بتدفعش 3 سنين. صحيح ما احنا بنقول ايه بيدفع كام يعني؟ بيدفع كام يعني في السنه كام؟ 50 جنيه 100 جنيه مش هتجيب ايراد او حصيله ضريبيه كبيره لكن بنقول له احنا فاكرينك. وكمان اسعار المحاصيل بتزيد تمام وارضه هي كمان لها ثمن دلوقتي. فبنقول ان دول هو الشرائح المستهدفه. يبقى عندي كل اللي بيدفع ضريبه، مين اللي بيدفع ضريبه؟ افراد المكان وافراد من لجوء بالشركات بيشتغل في الحكومه نقول له فاكرينك، واللي بيشتغل في القطاع الخاص ودخله ضعيف في الشرائح برجع له جزء برجع له الضريبه 80% بالضريبه لحد 5% 5% لحد 80% فسواء كان بيشتغل في الحكومه او القطاع الخاص فده حلو برضه. طبعا في ناس بتشتغل في القطاع الخاص ما بتاخد مرتباتها ضعيفه جدا، فالقطاع الخاص بيدفع ايه؟ بيدفع يعني هو بيدفع من دخله. فبقول له لا انا برجع لك جزء من الضريبه بتاعتك. فدول السبع قرارات اللي هما للحمايه والموظفين. خد عندك بقى اللي بيشتغلوا في الحكومه. انا بس في النقطه دي لانه اكيد اي حد بيتابعنا هيقول طيب في الضرايب دي وفي تخفيف على الناس وكل حاجه، ده البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي الحصيله بتاعتها ممكن توجه فين في خلي بالنا بعد اجتماعي في سنه واحده بالظبط. السنه الجايه هيبقى برضه في قرارات برضه تراعي الناس دول. هنلاقي سؤالين هنا يا فندم، الحصيله دي هتروح لفين؟ ايه الخدمات المهمه او القطاعات المهمه جدا في البلد زي الصحه والتعليم او غيرها؟ وهل ده موجود خطه ليها ولا لا؟ السؤال الثاني برضه حد يسال يقول طب انا بدفع ضريبه في اي مكان في الدنيا لازم الاقي خدمه قدام، يعني ابقى في تحسين في الحياه او في المعيشه وانا بدفع الضريبه دي وبتقتطع مني ويبقى في زيادات لكن بيحصل خدمات ما هياش برضو بتتطور على الوجه المطلوب. فالنقطتين دول يا فندم الحصيله رايحه فين وايه الخدمات اللي ممكن المواطن يشعر انها بتتحسن في حياته؟ خلينا نقول الحكومه دي بيجي لها ايرادات. فالايرادات اللي بتصب في الموازنه العامه بتيجي من مصدرين اساسيين. المصدر الاولاني وهو الضريبه. كل انواع الضريبه، ضريبه الدخل، ضريبه العقاريه، ضريبة الأطيان الزراعية، القيمة المضافة، ضريبة يعني. القيمة المضافة كل الضرائب دي تجيب لنا كام في السنة؟ ده المصدر الأولاني لإيراد الحكومة، الإيرادات الضريبية للحكومة كل أنواع الضرائب 605 مليار في السنة اللي احنا فيها دي اللي هتنتهي في 30 يونيو القادم. 605 مليار جنيه مصري. طب والمصدر الثاني؟ المصدر الثاني لإيرادات الحكومة اسمها إيرادات غير ضريبية ما بتجيش من الضرائب، اللي هي جاية من ممتلكات الدولة، اللي هي عبارة عن إيه؟
ممتلكات الدوله، قناه السويس، قناه السويس ممكن بتدفع مصادر الدخل يعني. غير الضريبه ان هي بتدفع ضريبه، الفايض بتاعها بيصب في الموازنه. ايوه. البنك المركزي ما هو هيئه اقتصاديه، بيكسب بيدفع الضريبه اللي عليه، ثم الفائض يصب في الموازنه العامه للدوله، الهيئه العامه للبترول الى اخره. وبالتالي في هذه الحاله كل ما تمتلك الدوله، عندك 125 شركه قطاع اعمال عام، الفائض بتاعها بعد ما تصرف تصرفه الفائض يصب في الموازنه العامه، فكل الايرادات غير الضريبيه دي بتجيب كام بقى فوق غير الضريبه؟ قلنا 605، حط عليهم 250. دول ايرادات ايه؟ من ممتلكات الدولة، الفائض بتاع ممتلكات الدولة بتحطه، من بيع أراضي، هيئة المجتمعات العمرانية بتبيع أراضي بتقسمها وتبيعها. فده بيجيب 250 مليار من ضريبة، من إيرادات غير ضريبية، على 605 بتوع الضرايب، يبقى 855. بس أنا بوصل للرقم ده كله يا فندم، لأنه في حالات تهرب، يروح فين بقى هذا؟ حالات تهرب ضريبي كتيرة جدا، ولغايه دلوقتي ما بوصلش. يعني انا حضرتك بتقول 605 مليار ده الضرايب، نعم. هل انا كدوله بحصل المبلغ ده؟ عشان احنا ما عندناش قاعده بيانات برضه، خلينا نقول الاصلاحات الضريبيه اللي تمت يعني بهدوء كده بتتم، بس لازم نوضحها ايه بقى اللي فيها. يعني مثلا ضريبه المبيعات حولناها ضريبه قيمه مضافه، هي اكثر عداله ضريبه القيمه المضافه لما تبص لها كده، واكثر حداثه وغير معقده، بتتحسب بسهوله. فاللي اقصده عملت كمان ضريبه العقاريه. الضريبه العقاريه انا ده في ناس يعني عامله زي ايه، بتجمع ثروتها في عقارات، عنده هنا وهنا 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 وهنا، ما بيدفعش حاجه. فما الراجل ما بيدفعش الا اللي هو بيسميها ضريبه الايه، الضريبه اللي هي العقاريه البسيطه دي، بيسموها ضريبه هي موجوده بس في قلب القاهره في المدن. طب واللي موجود في المناطق الجديده دي؟ فبدأ الضريبة العقارية لأول مرة بتجيب 2 مليار، وكل سنة هتزيد لأن الحصر بيزيد. يعني دلوقتي أنا وصلني مثلا إيه مطالبة الضريبة بتاعتي في البيت اللي أنا قاعد فيه، فلها قيمة، فأنا هدفعها طبعا. أنا في منطقة، أنا في مناطق جديدة، لكن في بيتي في القاهرة. يعني دكتور فخري، يعني احنا قدامنا دقيقة بس، احنا عندنا قاعدة بيانات حقيقية يعني سليمة طبعا. هي دي النقطة، عشان المنظومة الضريبية مرتبطة بيها. ليه الناس في طبعا في تهرب ضريبي وفي تجنب ضريبي. التهرب الضريبي ده جريمة طبعا، ولا هذه الجريمة لا تسقط حتى بالتقادم، الورثة هيتحملوها. ده اي حد يتهرب ضريبيا ده، ولكن بيحصل، لكن في تجنب بالقانون. يعني الواحد يشوف مكتب محاسبه محترم واسم محترم، كان وزير سابق كله بالقانون، لا بيظبطها له قانون بيظبطها له، يقول لي انت عاوز اصممها لك على كام؟ ان انت كسبان 100 مليون ولا خلالك 5 مليون ولا خسران؟ لا ما توصلش للخساره في الحاله زي كده، عشان يدفع اقل بالقانون، وده اسمه تجنب ضريبي. وليس طبعا لو ظهر فيها شبهه التهرب ده حكايه كبيره. ولذلك بقول طب ليه ما بيدفعش ما يعكس قدرته الضريبيه؟ ده الوعاء الضريبي بتاعه ارباحه حلوه قوي. بالظبط. ليه بيحاول يتجنب؟ لانه بيقول لك والله ده في اللي بنسميها الايه؟ ثقافه، انه والله مش شايف طرق قدامي. طب احنا بنعمل لك شبكه، بنعمل لك شبكه طرق، بندفع ومفيش مردود يعني. شفت شبكه الطرق اللي راح وانت رايح اسكندريه؟ شفت وانت رايح العين السخنه؟ شفت وانت رايح مش عارف فين؟ فايه رايك في الحاجات دي؟ يقول ادفع الضريبه. اذا هي قضيه ايه؟ لما يشوف خدمات حلوه، هو ده السؤال، احس ان انا بشوف فيها مردود، انا فلوسي رايحه بركب مواصلات، بركب المترو، في خط جديد وخط ثالث وخط رابع، ده ادفع ونص. اذا دي مربوطه بدي في هذه الحاله. طيب احنا انا كان عندي سؤال سريع جدا، ممكن في ثواني. ليه يعني ضريبه الدخل دي تعتبر ضريبه تصاعديه؟ الضريبه التصاعديه نوع من الضريبه التصاعديه، او هي ضريبه تصاعديه طالما في شرايح بالتصاعد؟ بالظبط. كان في ناس كتير جدا منتقده هذه الضريبه اللي هي الضريبه التصاعديه، وبيقولوا ان هي بالعكس ما بتحققش يعني العداله الاجتماعيه. انا شايفه العكس، يعني حضرتك برضو تقول لنا رايك. لا، هو الضريبه اللي هي على دخل الافراد، الشركات ما فيهاش تصاعد، دخل الافراد فيها شرايح، فده عداله. بس هو المطلوب تكون اكثر تصاعديه. هما كانوا قالوا يعني اكثر تصاعديه، يعني ال 10%. طب على مين؟ على اللي دخله لحد 30,000. طب ما خليها مثلا زياده شويه، خلي التصاعد يبقى ايه؟ بدل 10 تبقى 12، اللي بعديها مثلا 15، خليها 17.
هي لازم تكون 10 15% مع الفرق للتضخم، يعني خليها النسب اكثر تصاعدا، خليها توصل لحد 40%. سؤالي بس في الحته دي، يعني اللي فوق ال 200,000 اللي بياخد دخل فوق ال 200,000 واكثر 22.5%، ما تخليها 30. في وقت من الاوقات كان في كلام ان مجتمع رجال الاعمال مش عاجبه الضريبه التصاعديه، يعني اقول لك ان الضريبه التصاعديه دي بالك انت بتتكلم عن مين بقى؟ رجال الاعمال. رجال الاعمال يبقى شركات هيدان ده ما فيهاش شرايح اساسا، شركته احنا قلنا بتدفع 22.5 مقطوعه، لكن هو بيتكلم على دخله هو كفرد. بس يعني حضرتك شايفها اكثر عداله ولا ايه؟ لا كده كفرد. دكتور فخري الفي استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، بشكرك يا فندم جدا. شكرا دكتور، نورتنا وشرفتنا. فقره كتيره شويه، في ارقام كتيره لكن مهمه، يبقى عندنا الثقافه دي ازاي نحسب ضرائبنا. لكن من لغه الارقام تعالوا بقى نروح للغه الفن ولغه الموسيقى، وفقره جميله كده نختم بيها مع المايسترو هشام جبر ورؤيته كده للحركه الموسيقيه في مصر. شويه فن وموسيقى بعد الفاصل.